وكفى بالله حسيبا ما كان محمد الا احد رجالكم ولكن أنا اسمي المهندس طارق عبد الغني. أنا تشرفت بإدارة هذه الشركة في أبريل 2014. وشركة صعيد للصناعات الغذائية هي إحدى نتائج مشروع تنمية الصعيد أو الوجه القبلي لمصر. وشركة صعيد للصناعات الغذائية تعتبر من أكبر الشركات العاملة في المجال، وعندها أحدث خطوط إنتاج. ومن خلال شركة صعيد للصناعات الغذائية الحمد لله احنا نجحنا في ان احنا نوفر حوالي 350 فرصة عمل لأبناء بني سويف والمحافظات المجاورة، وبنقدر ان احنا نقدم للدولة اكتر من 60 مليون جنيه صادرات من المنتجات اللي احنا بنقوم بإنتاجها للدول المختلفة سواء كانت أوروبية او دول عربية. احنا من اكبر الاسواق اللي بنشتغل فيها السوق الروسي، السوق السعودي، السوق الكويتي، الخليج عموما، الى جانب بعض دول شمال افريقيا وبعض الدول الافريقيه وبعض الدول الاوروبيه. احنا من ضمن الاهم الرسائل او الاهداف بتاعت هذه الشركه مش بس ان هي تبقى شركه اقتصاديه وكيان اقتصادي مربح ومنتج، ولكن ان احنا نقدم خدمات اجتماعيه للبيئه المحيطه بينا. واحنا قبل كده كنا اشتركنا في كذا مؤتمر للقوى العامله كان بيرأسه محافظ سياده المحافظ لبني سويف، وكنا قلنا قدمنا مشروعات ان احنا مستعدين ان احنا نقدم فرص تدريب للعاملين يعني الناس اللي عايزين يتدربوا بدخول كويسه، واللي عاوز يتثبت بعد كده معانا يتثبت، واللي عاوز ان هو يطلع يشتغل بره يطلع يشتغل بره. ده كله الى جانب جزء دايما بيبقى مخفي في اي بزنس، وهو ان احنا واحنا بنشتغل بنشغل ناس تانيين معانا. احنا عن طريقنا في ناس مصانع كرتون بتشتغل، مصانع بلاستيك اللي هي العماله غير مباشره بس، موردين زرع خضار.